وأنا أسوق الأسواق ليلا تبي، ما حكم الإسلام في تبني جماعة التبشير لأيتام المسلمين؟ تي ليه لو نبودو الحالي ني ولا زما يا ولا دي زيمس زما يا دي زيمس دين تاسو زما واتين اندات ان دي لي لام كيبسي كيبسا كامبا ما نبكم ودسي. وهل في الإمكان أن تعطونا دليل ذلك؟ يلا أبود له لونغ بو الحالي وان وانا يلا يمتر دليلي ان كنتون تين كنتون دو الحان كان يل كان أبود في تمورا نالك لين مورا في عوان سوي وين يتم لا يجوز تسليم أيتام المسلمين إلى الكفرة من النصارى وغيرهم. تلبان تي بسوم نله لا بسوم بي تبريك له لا مكام يكي بسان نان كودين زيم سرامبا نبيه كيف أن دمي ناس عدم لازين هم بابا با تبنا وبي لما في ذلك من الخطر العظيم نهم ميك تيام ساندي كموت أن كوباما ديزيم سلام تبنا وبي أربع بقه هي دانز كاسانغا نكم كنسا بس كم كنسا وبناني كني كنين هم بدي لونغ يكلي تيمي كم تكم كنسا مدينة جيل أبوا أبيا بس ميام وينام هندي كي إن يام دي لام نوسي دون بسوم نيام دي لام ti yambo ti ranam bahai ti kom khanga le kom khaisa lalo yi nemi zim siti payam li lamai pasom ti yambo ti ran bahti kom khaisa lalan tasi wa yi nemi zim si ti payini yam li lamai ila wenna mahir wenna nam zekya wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya ba'd til bang ti mu'min do pa la mu'min pokose ba ma yalla lan tasi sanna ne sanda to songo taba dabri kitab fadu والنعم لبي لزيغتو والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. تبغى تنبني سين كيف لبا أدبام من تابا لا لا لن تاهن تابا أريم له لام سام بمان بوتو يلا لن تاهن تابا تكيف دم يلا لن تاهن تابا أدانا يي فتنة تنغون فرزو أدانا يي سان هي سان كاسانغا. نعم ني دي لوغ هنام فالمي تي كيف لوم بام بانغا.